الغارات تعود إلى الضاحية بعد 6 أيام من توقفها، والطيران المسير يواصل التحليق في سماء بيروت. التفاؤل باتفاق قريب ينهي الحرب في لبنان يتلاشى، وبعد لقاء نتنياهو المبعوث الأمريكي يعود إلى واشنطن بدلاً من بيروت. أهلا بكم من جديد، نتابع معكم هذه التغطية للأحداث التي يشهدها لبنان، حيث تجددت الغارات على الضاحية بعد توقفها ل6 أيام، ذلك وفق ما أفادت به مراسلة الحدث. وتركزت الغارات الليلية على منطقة الغبيري التي انهالت عليها الحصة الأكبر من الضربات، ومنطقة حي الأمريكان ودوار الكفاءات وبرج البراجنة التي استهدفت بغارة عنيفة جدا وصل صداها إلى خارج بيروت. وبدأت الضربات بعد وقت قصير من إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي لسكان مناطق الضاحية بضرورة الإخلاء الفوري، في حين واصلت الطائرات المسيرة تحليقها على علو منخفض جدا في سماء بيروت. يا الله، طلع العالم كلها، طلع كله كله مخيم، قطعة جسر المطار والمخيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. طلع العالم كلها، طلع كله كله مخيم، قطعة جسر المطار والمخيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أفادت مصادر الحدث بأن المبعوث الأمريكي أموس هوكستين لن يتوجه إلى بيروت بعد ختام زيارته إلى تل أبيب، كما أن الموفد القطري أرجأ زيارته للبنان لنحو أسبوع، ذلك بعد رفض حزب الله لفصل جبهة لبنان عن غزة، وكذلك بعد رفض مطلب التراجع إلى وراء الليطاني. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد خلال لقائه مع مبعوثي الرئيس الأمريكي أن أي اتفاق مع حزب الله يجب أن يضمن أمن إسرائيل، وشدد على تمسكه بالإبقاء على قدرة إسرائيل في فرض الالتزام بتطبيق الاتفاق ومنع أي تهديد لأمنها من لبنان. كما أشار نتنياهو إلى أن الأهم بالنسبة له هو الحفاظ على أمن إسرائيل، وأن الخلاف ليس حول النصوص المكتوبة. وأكد أنه يقدر الدعم الأمريكي، ولكنه لا يتماهي دائما مع مطالب واشنطن. كما أكد أنه لا يحدد موعدا لنهاية الحرب، بل يضع أهدافا واضحة لكسبها. أما الحديث عن الاتفاق في لبنان فأود أن أوضح، الاتفاقات والأوراق والاقتراحات والأرقام كلها لها مكانها، لكنها ليست الشيء الرئيسي. الشيء الرئيسي هو قدرتنا وتصميمنا على فرض الأمن وإحباط الهجمات ضدنا والعمل ضد تسليح أعدائنا بقدر الضرورة على الرغم من كل الضغوط والقيود. هذا هو الشيء الرئيسي. إنني أقدر كثيرا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة وسياسة بسيطة. عندما يكون ذلك ممكنا أقول نعم، ولكن عندما يكون ذلك ضروريا أقول لا.
أنتقل الآن مباشرة إلى مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت، تنضم إلينا من هناك الصحفية في شبكة أخبار الحدث جوني فخري. جوني، يعطيكم ألف عافية في هذه التغطية المستمرة لكل هذه التطورات. إذن ليلة طويلة كانت في ضاحية بيروت وتطورات متسارعة وساخنة من هناك، كيف يمكن متابعتها وما هي آخر التحديثات من عندكم؟ يمكن وصف الوضع الآن بالهادئ بعد ليلة عنيفة من الغارات على الضاحية الجنوبية، أتت بعد 6 أيام من الهدوء الذي كان يخيم على الضاحية الجنوبية. كما ترون في الخلفية سحب الدخان تغطي سماء الضاحية الجنوبية بعد هذه الليلة العنيفة من الغارات. 14 غارة سقطت على الضاحية الجنوبية بعد إصدار إنذار قرابة 2 فجرا بتوقيت بيروت باستهداف مناطق برج البراجنة، حارة حريك، تحويطة الغدير كلها والغبيري. هذه المناطق وردت في التحذير الذي أصدره الجيش الإسرائيلي، وبعد قرابة النصف ساعة أغار الطيران المسير بثلاثة غارات تحذيرية على الضاحية الجنوبية لتبدأ بعدها الغارات. معظم هذه الغارات أو العدد الأكبر من هذه الغارات 14 سقط على منطقة الغبيري، بالإضافة إلى مناطق مثل الكفاءات، تحويطة الغدير، حارة حريك، المريجي. هذه مناطق كلها تم استهدافها في الغارات الليلية. أعنف غارة كانت على منطقة برج البراجنة وهي الغارة الأخيرة، ووصل صداها إلى مناطق خارج بيروت. طبعا السحب الدخان لا تزال حتى الآن تغطي سماء الضاحية الجنوبية، وطبعا الروائح المنبعثة من الأماكن التي استهدفت تملأ الأجواء، وطبعا معظم سكان العاصمة يشتكون من هذه الروائح. الطيران المسير لم يفارق سماء الضاحية الجنوبية منذ ساعات صباح يوم أمس وحتى خلال الغارات التي كانت تسقط على الضاحية الجنوبية، وكان يحلق على علو منخفض جدا، وهو الآن غائب عن الضاحية بعد، وهذا مؤشر ربما بانتهاء الغارات على الضاحية الجنوبية. وبطبيعة الحال المناطق التي وردت في الإنذار كلها تم استهدافها. الغارات كانت أيضا في مناطق خارج الضاحية، أين تركزت؟ تركزت العدد الأكبر من هذه الغارات على منطقة الغبيري، وهي منطقة معروف أنها لا تزال مأهولة بالسكان. غدات صدور الإنذار بالاستهداف، حصل أطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لتحذير السكان في هذه المنطقة تحديدا بضرورة الإخلاء فورا. وبالفعل رصدنا موجات نزوح من مناطق جسر المطار والرحاب، هاتين منطقتين في الغبيري. تم رصد حركة نزوح منها بعد أن طلب الإنذار الإسرائيلي بإخلائها. غدات الغارات على الضاحية الجنوبية تم تسجيل غارة على منطقة القماطية في قضاء علي في جبل لبنان. هذه الغارة استهدفت شقة سكنية في منطقة القماطية، وبحسب المعلومات الأولية هناك 4 قتلى وعدد من الجرحى. يرجح أن يرتفع العدد لأن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة، علما أن منطقة القماطية ليست المرة الأولى التي تستهدف وتم استهدافها في أوقات سابقة. حدثتني من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية الصحفية في شبكة أخبار الحدث جوني فخري، شكرا جزيلا لك مرة جديدة. لمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلي الآن من بيروت الكاتب السياسي الأستاذ مروان الأمين. سيد مروان، تحية طيبة، أهلا بك دائما على شاشة الحدث. إذن تعود الغارات مرة جديدة على ضاحية بيروت بعد توقفها لمدة 6 أيام، هل يمكن ربط ذلك مع ما تم الإشارة إليه من فشل لمساعي المفاوضات الأخيرة؟ صباح الخير. قد يكون لفشل هذه المفاوضات أثر مباشر على عودة هذه الغارات على الضاحية الجنوبية، ولكن من المؤكد بأنه لا يمكن فصلها عن المسار التدميري الذي تنتهجه إسرائيل تجاه عدة مناطق في لبنان،
ونريد أن نعددها ونفصل ما الهدف منها. التدمير الشامل الذي يحصل على القرى الحدودية يهدف ذلك من أجل خلق منطقة عازلة غير قابلة للحياة بعمق حوالي 3-5 إلى 8 كيلومتر من أجل تأمين عودة سكان الشمال إلى منازلهم. أما بالنسبة للتدمير الممنهج الذي طال منطقة ومدينة النبطية وكذلك صور ومنذ عدة أيام بعلبك والضاحية، التدمير الممنهج نعم المستمر منذ بداية الحرب حتى الآن، فأعتقد بأن الموضوع أصبح أبعد من العملية العسكرية الإسرائيلية، بل أصبح مرتبط بتعميق الخسارة لهذه البيئة ولحزب الله وللبنان بشكل عام، بهدف ربط إعادة الأعمار بأثمان سياسية، لأن الخسائر التي تحصل الآن هي أكبر بكثير بما لا يقارن بحرب 2006، وبالتالي من عودة سكان هذه المناطق إلى بيوتهم وإلى قراهم وإلى مدنهم، أعتقد ولكن بأنه هناك يعني سيكون لهم العديد من الزعامات أستاذ مروان متهمة والتي تتبع لهذه البيئة بأنها تملك المليارات من الدولارات. نعم، ولكن أعتقد بأنه الأمر أبعد أكبر بكثير من قدرة أي طرف على تحمله، وفي هذا الإطار أعتقد بأنه على كي يتم إعادة الإعمار هناك الملف الصراع اللبناني والإسرائيلي يجب أن يقفل بشكل نهائي. أعتقد بأن هذا الاتجاه وهذا ما يفرضه الآن الإسرائيلي على الطاولة، على طاولة المفاوضات مع الإيراني، وهذا ما يريد أن يقدمه للمجتمع الدولي، بأن الحل لا يمكن أن ينتهي بشكل ترقيعي كما بنقول باللبناني، نعم، بشكل مرحلي. علينا أن نذهب إلى حل جذري. الحل الجانب الجذري الإسرائيلي يقول أنه يريد أن يضمن أمن إسرائيل أولا، واليوم السؤال عن المسؤولية للقيادات اللبنانية ولا سيما أيضا حكومة تصريف الأعمال بعد الجولة المكوكية التي قام بها السيد ميقاتي، هل هناك جولة ثانية مرتقبة لربما، أم أن جعبة الدولة اللبنانية قد نفدت من أي حلول وستقف الآن موقف المتفرج على كل هذا الدمار؟ هنا أريد أن أستشهد بمرحلة تاريخية في لبنان، يوم كان ياسر عرفات ومنظم التحرير في بيروت بعد الاجتياح الإسرائيلي والدمار الذي بدأ يحل في بيروت. وقتها من ضغط على ياسر عرفات ومنظم التحرير للخروج من بيروت كان حلفاء ياسر عرفات، وخاصة الرئيس صائب اسلام وقتها طلب شخصيا من ياسر عرفات ترك بيروت، لأن بيروت قدمت الكثير للقضية الفلسطينية، وبالتالي ليس المطلوب أن تحترق بيروت من أجل القضية الفلسطينية. الآن المطلوب من الرئيس نبيه بري كونه أحد أقطاب الطائفة الشيعية أن يطلب هذا الأمر من حزب الله، وأن يطلب منهم وقف لإطلاق النار ووقف هذا الانتحار بالطائفة الشيعية، أن يكون الرئيس نبيه بري هو صائب سلام الشيعة من أجل حماية مناطق الشيعة من الدمار والمأساة المستمرة والتي ستتزايد يوما بعد آخر. أما بالنسبة للحكومة، أعتقد بأنها في مكان ما أولا هي غير مكتملة الصلاحية، لأنها حكومة تصريف أعمال وهي عاجزة عن اتخاذ مبادرة في هذا الاتجاه. وكذلك الأمر، لماذا نناشد الرئيس نبيه بري؟ لأنه حاول مع الرئيس نجيب ميقاتي والوزير وليد جملاط القيام بمبادرة ما بعد اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله من أجل الخروج من هذه الأزمة، ولكن تم التصدي لهم من قبل وزير خارجية إيران حين حضر إلى بيروت. وهنا عاد الرئيس نبيه بري وتراجع عن مبادرته، وما زال حتى الآن مسايرا للخيارات الإيرانية. طيب سيد مروان، مقاربة الأمر، وهذا أمر كارثي على الطائفة الشيعية بشكل عام، المبعوث الأمريكي بشكل عام.
آموس هوكستين يبدو أنه عاد أدراجه إلى واشنطن، لا يتوجه إلى بيروت، وهل يعني ذلك أن لبنان على موعد مع التصعيد حتى بعد فترة الانتخابات ووصول الإدارة الجديدة إلى البيت الأبيض في يناير؟ يبدو أننا نتجه في هذا المسار، وحتى الآن كما ذكرت بأن الإسرائيلي ذاهب في هذه المعركة من أجل وضع حد نهائي للتهديد الأمني عبر الجبهة الشمالية، والمكابرة في هذا الاتجاه من قبل حزب الله أو عدم تحمل المسؤولية من قبل الجهات الرسمية اللبنانية سواء الحكومة أو الرئيس نبيه بري بشكل خاص، نعم، يساهم في تعميق هذه المأساة، وخاصة وأنه في النهاية سوف نصل إلى تسوية، نعم. ما هذه التسوية كل يوم تتأخر بتزيد الشروط الإسرائيلية وبتوضع لبنان بموقع أضعف. شكراً، أسف جدا المقاطعة، الوقت يعني المخصص في التغطية محدود، كل الشكر لك. حدثني ضيفي من بيروت الكاتب السياسي الأستاذ مروان أمين، شكرا جزيلا لك. كشف مفوض الأونروا أن جرافات الجيش الإسرائيلي استهدفت أحد مكاتب الوكالة في مخيم نور شمس في الضفة الغربية، وهو ما أسفر عن أضرار جسيمة أخرجت المقر عن الخدمة. أعلن القيادي في حركة حماس طاهر نونو أن الحركة ترفض فكرة الوقف المؤقت للحرب في قطاع غزة، لكنها مع أي اقتراح يفضي إلى وقف دائم لها. وبحسب تصريحات نقلتها وكالة فرانس بريس، أوضح أن حماس رفضت مرارا مبدأ الوقف المؤقت للحرب ثم العودة إلى الحرب مرة جديدة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد جدد تأكيده على مواصلة العمل العسكري لضمان ألا يبقى أي وجود لحماس أو حزب الله على حدود إسرائيل. لن تكون الجيوش الإرهابية على حدودنا بعد الآن، لن تسيطر حماس على غزة بعد الآن، ولن يكون حزب الله على حدودنا الشمالية في مواقع تسمح له بغزو إسرائيل على بعد أمتار من حدودنا، لن يحدث هذا مرة أخرى. كما أننا نقطع خطوط إمداد الأسلحة من إيران إلى حزب الله عبر سوريا ومن هناك إلى لبنان. كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن ناقش فرص خفض التصعيد الإقليمي مع نظيره الإسرائيلي أوف جالنت، وأن أوستن شدد خلال الاتصال على الالتزام من قبل واشنطن واستعدادها للدفاع عن شركائها ومصالحها ضد تهديدات إيران وحلفائها. كما جدد تأكيد واشنطن على ضرورة أن تتخذ إسرائيل خطوات نحو تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، وافاق التوصل لاتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار. للحديث عن كل هذه التطورات ينضم إلي الآن ضيفي من القاهرة المحلل العسكري والأمني العميد سمير راقب. سيادة العميد، تحية طيبة، أهلا بك دائما على شاشة الحدث وفي تغطيتنا المستمرة لكل هذه التطورات. بداية نقف وإياك على التطورات في قطاع غزة تحديدا، ومع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، ومن وجهة نظر عسكرية أسألكم سيادة العميد عن مرحلة الحرب التي نمر بها الآن، في أي مرحلة من مراحل الحرب، خاصة وأنه تبدو عمليات القصف الإسرائيلية أكثر عشوائية وأكثر إيلاما على الصعيد في الخسائر البشرية. حتى حضرتك استاذ حسام، المرحله اللي احنا بنتكلم فيها بعد ما الجانب الاسرائيلي اغتال السنوار وقيادات اخرى،
وقدر يحقق بنك الأهداف اللي كان موجود عنده، واشتغل بطريقة المربعات اللي هو كل يعني مربع تتولاه أحد الوحدات للتفتيش ما فوق الأرض وما تحت الأرض، ثم فكرة إخلاء منطقة الشمال حتى تكون ليس يعني المنطقة العازلة اللي هي في حدود كيلو من الحدود، لا تصبح منطقة الشمال كلها بالكامل حتى نتسريم منطقة عازلة تماما، ويقدر لو كان فيها أسرى في حاجة من الاثنين، يا إما يعني يظهروا أو يتركوهم ويرحلوا، بتكون المرحلة دي مرحلة فيها خسائر كبيرة لأن بيتم فيها التعامل بالضرب المساح، يعني المنطقة قبل دخولها بيتم تسويتها بالأرض. الجانب الإسرائيلي يعني استغل فكرة رفض الطرفين، فكرة فصل الساحات وفكرة التسويات القصيرة اللي هي يومين وثلاثة يعني كما اقترح الجانب المصري، وأصر على فكرة التسويات الكاملة. الجانب الإسرائيلي لن يقبل تسويات كاملة، نعم كان الأمل فكرة أن يقدم يعني هدية انتخابية للديمقراطيين بهدنة قصيرة تمتد وتفاوضات، لكن أنا متأكد منه أن نتنياهو لن يمضي يعني يوقع أو يقبل فكرة كلمة وقف مستمر أو مستدام لإطلاق النار، لن يقبلها لا في هذه المرحلة ولا في هذه المرحلة. فبالتالي لابد من إجراءات تتم، لا يملك الآن أو لا يخطط الجانب الإسرائيلي الآن إلا الإجراءات العسكرية. الإجراءات العسكرية لابد أن تحوي قتل، لابد أن تحوي توغلات، لابد أن تحوي نزوح قسري للأشقاء في غزة، ده طبيعي، طيب. لا 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 توجد مفاجأة. سيدة العميد، دائما ما يقال أنه المعارك والعمل العسكري هو في خدمة السياسة وهو يعني أداة لتحقيق المكاسب السياسية، هل تبدو إسرائيل غير آبها بهذا المبدأ؟ وما الذي يتكشف من خلال أيضا هذه المقاربة العسكرية بشكلها الحالي، ما يتكشف من مخططات إسرائيلية في القطاع؟ كلام حضرتك سليم تماما، هي الحرب أحد أدوات السياسة، تحسن شروط تفاوض أو تخلق وضع تفاوضي، لكن الجانب الإسرائيلي مصر على نموذج واحد، نموذج الإذعان الكامل وليس نموذج اقتسام التضحيات والمكاسب، يعني هو لن يتقاسم سواء في الشمال أو في الجنوب يعني غزة أو في لبنان، فكرة التقاسم لن يعني مش هيحصل كومبرومايزنج، موائمه ان احنا ناخد ذلك ونترك ذلك. هو الفكره هو عايز حماس، يعني فكره القضاء بالاباده مش هتحصل، لكن فكره القضاء على المقاومه بفكره القوه والاذعان، يعني اللي كان بيقبله في الشمال اصبح يرفضه، سقف المطالب ارتفع، اللي كان ممكن يقبله في الصفقات السابقة اللي على مدار عام اللي توقفت شهرين ثم عادت في القاهرة والدوحة لن يقبلوا الآن. فهي الفكرة فكرة إن الجانب حماس بيتعامل كما لو كان حقق في الميدان الذي يجعله يتقاسم، الجانب الإسرائيلي لا يرى أنه حقق ما يجعله يضع شروط على مائدة التفاوض، سواء انسحاب كامل أو سواء كان وقف مستمر لإطلاق النار. فكانت الفكرة كما أراها من الجانب المصري هي فكرة بناء الثقة في عناصر تدريجية والاستفادة من جو ما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تمرير الصفقة، فتفتح يعني تريح الشعب الفلسطيني في غزة، تفتح الإمدادات، ثم تصل بالتدريج إلى فكرة أن يكون على الأمر الواقع أن حصل وقف إطلاق النار، والجانب الإسرائيلي مش محتاج لمجهود حربي كبير، والتهديدات ما بقتش بالحد اللي يعني تكون لهذه الجبهة أسبقية، وأعلن الجانب الإسرائيلي لا أسبقية، تراجع أسبقية جبهة غزة، لكن الجانب الإسرائيلي مصر على نموذج الإذعان. نعم. ممكن ما يحققوش، ممكن نعم. يحققوا بعد فترة، لكن هو ما عندوش في المرحلة دي نموذج نعم. أن يعطي مقابل شيء. سيادة العميد، الحديث دائما معك بقية، ولكن المخصص لهذه الجولة قد انتهى بالفعل. حدثني من القاهرة ضيفي من هناك المحلل العسكري والأمني العميد سمير راغب.
مشاهدينا بهذا نصل بكم إلى ختام جولتنا من هذه التغطية. الحدث دائما معكم في المزيد منها للساعات المقبلة. إلى اللقاء. حرب السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الارتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل. انحيازات غبلية قتل بناء على الهوية. 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم السريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أنكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. تفاجأ سكان المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح بتهديدات إسرائيلية لإجبارهم على النزوح. بقصنا يا عالم، وين نروح يا لاهين؟ وين لاهين؟ ما عيش صغار ما أنا خان ولا ما قادر أمشي. بقصنا اللي سووتوه فينا يا عمي، ارحمونا. خايفة على إن أشوف ابني مقطع، إن أشوف بنتي مقطعة. والله لقيت الحاج واقع على الأرض وغاصه من هنا. مفلوقة نصين. الأطفال عندنا يعني كلهم حالياً عندهم أمراض جلدية يعني. كل مكان فيه قصف، مش عارف كيف بدنا نأمن أولادنا وكيف بدنا نأمن عيالنا. أروح على الكرارة حيقول لي ارحل، أروح على آخر يونس حيقول لي ارحل. يجي يقتلني وريح مني يا راجل. ما راح تدعي، جوزي معاك، وين بتروح فيه؟ البحر مليان، المواسم قطر. خلاص بكفي قهر، النزوح كارثة. حرام عليهم، عشان تخشوا مكان رمضان. نحن في أزمة حقيقية في ليبيا. هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جمود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح. حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حل الملف الليبي ولماذا يهرب الجميع؟ ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم في نكتة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة عشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه.
الغارات تعود إلى الضاحية بعد 6 أيام من توقفها، والطيران المسير يواصل التحليق في سماء بيروت. التفاؤل باتفاق قريب ينهي الحرب في لبنان يتلاشى، وبعد لقاء نتنياهو المبعوث الأمريكي يعود إلى واشنطن بدلا من بيروت. أهلا بكم من جديد، نتابع معكم هذه التغطية للأحداث التي يشهدها لبنان، حيث تجددت الغارات على الضاحية بعد توقفها ل6 أيام، ذلك وفق ما أفادت به مراسلة الحدث. وتركزت الغارات الليلية على منطقة الغبيري التي انهالت عليها الحصة الأكبر من الضربات، ومنطقة حي الأمريكان ودوار الكفاءات وبرج البراجنة التي استهدفت بغارة عنيفة جدا وصل صداها إلى خارج بيروت. وبدأت الضربات بعد وقت قصير من إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي لسكان مناطق الضاحية بضرورة الإخلاء الفوري، في حين وصلت الطائرات المسيرة تحليقها على علو منخفض جدا في سماء بيروت. يا الله، خلع العالم كلها طبعا، كله مخيم، كله جسر المطار والمخيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. العالم كله مخيم، كله جسر المطار والمخيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أفادت مصادر الحدث بأن المبعوث الأمريكي أموس هوكستين لن يتوجه إلى بيروت بعد ختام زيارته إلى تل أبيب، كما أن الموفد القطري أرجأ زيارته للبنان لنحو أسبوع، ذلك بعد رفض حزب الله لفصل جبهة لبنان عن غزة، وكذلك بعد رفض مطلب التراجع إلى وراء الليطاني. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد خلال لقائه مع مبعوثي الرئيس الأمريكي أن أي اتفاق مع حزب الله يجب أن يضمن أمن إسرائيل، وشدد على تمسكه بالإبقاء على قدرة إسرائيل في فرض الالتزام بتطبيق الاتفاق ومنع أي تهديد لأمنها من لبنان. كما أشار نتنياهو إلى أن الأهم بالنسبة له هو الحفاظ على أمن إسرائيل، وأن الخلاف ليس حول النصوص المكتوبة. وأكد أنه يقدر الدعم الأمريكي، ولكنه لا يتماهى دائما مع مطالب واشنطن. كما أكد أنه لا يحدد موعدا لنهاية الحرب، بل يضع أهدافا واضحة لكسبها. أما الحديث عن الاتفاق في لبنان فأود أن أوضح، الاتفاقات والأوراق والاقتراحات والأرقام كلها لها مكانها، لكنها ليست الشيء الرئيسي. الشيء الرئيسي هو قدرتنا وتصميمنا على فرض الأمن وإحباط الهجمات ضدنا، والعمل ضد تسليح أعدائنا بقدر الضرورة على الرغم من كل الضغوط والقيود. هذا هو الشيء الرئيسي. إنني أقدر كثيرا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة وسياسة بسيطة. عندما يكون ذلك ممكنا أقول نعم، ولكن عندما يكون ذلك ضروريا أقول لا.
أنتقل الآن مباشرة إلى مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت. تنضم إلينا من هناك صحفية في شبكة أخبار الحدث جوني فخري. جوني يعطيكم ألف عافية في هذه التغطية المستمرة لكل هذه التطورات. إذن ليلة طويلة كانت في ضاحية بيروت وتطورات متسارعة وساخنة من هناك، كيف يمكن متابعتها وما هي آخر التحديثات من عندكم؟ يمكن وصف الوضع الآن بالهادئ بعد ليلة عنيفة من الغارات على الضاحية الجنوبية، أتت بعد 6 أيام من الهدوء الذي كان يخيم على الضاحية الجنوبية. كما ترون في الخلفية سحب الدخان تغطي سماء الضاحية الجنوبية بعد هذه الليلة العنيفة من الغارات. 14 غارة سقطت على الضاحية الجنوبية بعد إصدار إنذار قرابة 2 فجرا بتوقيت بيروت باستهداف مناطق برج البراجنة، حارة حريك، تحويطة الغدير كلها والغبيري. هذه المناطق وردت في التحذير الذي أصدره الجيش الإسرائيلي، وبعد قرابة النصف ساعة أغار الطيران المسير بثلاثة غارات تحذيرية على الضاحية الجنوبية لتبدأ بعدها الغارات. معظم هذه الغارات أو العدد الأكبر من هذه الغارات 14 سقط على منطقة الغبيري، بالإضافة إلى مناطق مثل الكفاءات، تحويطة الغدير، حارة حريك، المريجي. هذه مناطق كلها تم استهدافها في الغارات الليلية. أعنف غارة كانت على منطقة برج البراجنة وهي الغارة الأخيرة، ووصل صداها إلى مناطق خارج بيروت. طبعا السحب الدخان لا تزال حتى الآن تغطي سماء الضاحية الجنوبية، وطبعا الروائح المنبعثة من الأماكن التي استهدفت تملأ الأجواء، وطبعا معظم سكان العاصمة يشتكون من هذه الروائح. الطيران المسير لم يفارق سماء الضاحية الجنوبية منذ ساعات صباح يوم أمس وحتى خلال الغارات التي كانت تسقط على الضاحية الجنوبية، وكان يحلق على علو منخفض جدا، وهو الآن غائب عن الضاحية بعد، وهذا مؤشر ربما بانتهاء الغارات على الضاحية الجنوبية. وبطبيعة الحال المناطق التي وردت في الإنذار كلها تم استهدافها. الغارات كانت أيضا في مناطق خارج الضاحية، أين تركزت؟ تركزت العدد الأكبر من هذه الغارات على منطقة الغبيري، وهي منطقة معروف أنها لا تزال مأهولة بالسكان. غدات صدور الإنذار بالاستهداف، حصل أطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لتحذير السكان في هذه المنطقة تحديدا بضرورة الإخلاء فورا. وبالفعل رصدنا موجات نزوح من مناطق جسر المطار والرحاب، هاتين المنطقتين في الغبيري. تم رصد حركة نزوح منها بعد أن طلب الإنذار الإسرائيلي بإخلائها. غدات الغارات على الضاحية الجنوبية تم تسجيل غارة على منطقة القماطية في قضاء علي في جبل لبنان. هذه الغارة استهدفت شقة سكنية في منطقة القماطية، وبحسب المعلومات الأولية هناك 4 قتلى وعدد من الجرحى. يرجح أن يرتفع العدد لأن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة، علما أن منطقة القماطية ليست المرة الأولى التي تستهدف وتم استهدافها في أوقات سابقة. حدثتني من مشارف ضاحية بيروت الجنوبية الصحفية في شبكة أخبار الحدث جوني فخري، شكرا جزيلا لك مرة جديدة. لمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلي الآن من بيروت الكاتب السياسي الأستاذ مروان الأمين. سيد مروان تحية طيبة، أهلا بك دائما على شاشة الحدث. إذن تعود الغارات مرة جديدة على ضاحية بيروت بعد توقفها لمدة 6 أيام، هل يمكن ربط ذلك مع ما تم الإشارة إليه من فشل لمساعي المفاوضات الأخيرة؟ صباح الخير. قد يكون لفشل هذه المفاوضات أثر مباشر على عودة هذه الغارات على الضاحية الجنوبية، ولكن من المؤكد بأنه لا يمكن فصلها عن المسار التدميري الذي تنتهجه إسرائيل تجاه عدة مناطق في لبنان،
ونريد أن نعددها ونفصل ما الهدف منها. التدمير الشامل الذي يحصل على القرى الحدودية يهدف ذلك من أجل خلق منطقة عازلة غير قابلة للحياة بعمق حوالي 3-5 إلى 8 كيلومتر من أجل تأمين عودة سكان الشمال إلى منازلهم. أما بالنسبة للتدمير الممنهج الذي طال منطقة ومدينة النبطية وكذلك صور ومنذ عدة أيام بعلبك والضاحية التدمير الممنهج المستمر منذ بداية الحرب حتى الآن، فأعتقد بأن الموضوع أصبح أبعد من العملية العسكرية الإسرائيلية، بل أصبح مرتبط بتعميق الخسارة لهذه البيئة ولحزب الله وللبنان بشكل عام، بهدف ربط إعادة الأعمار بأثمان سياسية، لأن الخسائر التي تحصل الآن هي أكبر بكثير بما لا يقارن بحرب 2006، وبالتالي من عودة سكان هذه المناطق إلى بيوتهم وإلى قراهم وإلى مدنهم. ولكن هناك يعني العديد من الزعامات أستاذ مروان متهمة والتي تتبع لهذه البيئة بأنها تملك المليارات من الدولارات. نعم، ولكن أعتقد بأنه الأمر أكبر بكثير من قدرة أي طرف على تحمله. وفي هذا الإطار أعتقد بأنه على كي يتم إعادة الأعمار هناك الملف الصراع اللبناني والإسرائيلي يجب أن يقفل بشكل نهائي. أعتقد بأن هذا الاتجاه وهذا ما يفرضه الآن الإسرائيلي على الطاولة، على طاولة المفاوضات مع الإيراني، وهذا ما يريد أن يقدمه للمجتمع الدولي، بأن الحل لا يمكن أن ينتهي بشكل ترقيعي كما منقول باللبناني، نعم، بشكل مرحلي. علينا أن نذهب إلى حل جذري. الحل الجانب الجذري الإسرائيلي يقول أنه يريد أن يضمن أمن إسرائيل أولا، واليوم السؤال عن المسؤولية للقيادات اللبنانية ولا سيما أيضا حكومة تصريف الأعمال بعد الجولة المكوكية التي قام بها السيد ميقاتي، هل هناك جولة ثانية مرتقبة لربما، أم أن جعبة الدولة اللبنانية قد نفدت من أي حلول وستقف الآن موقف المتفرج على كل هذا الدمار؟ هنا أريد أن أستشهد بمرحلة تاريخية في لبنان، يوم كان ياسر عرفات ومنظمة التحرير في بيروت بعد الاجتياح الإسرائيلي والدمار الذي بدأ يحل في بيروت، وقتها من ضغط على ياسر عرفات ومنظمة التحرير للخروج من بيروت كان حلفاء ياسر عرفات، وخاصة الرئيس صائب أسلام وقتها طلب شخصيا من ياسر عرفات ترك بيروت، لأن بيروت قدمت الكثير للقضية الفلسطينية، وبالتالي ليس المطلوب أن تحترق بيروت من أجل القضية الفلسطينية. الآن المطلوب من الرئيس نبيه بري كونه أحد أقطاب الطائفة الشيعية أن يطلب هذا الأمر من حزب الله، وأن يطلب منهم وقف لإطلاق النار ووقف هذا الانتحار بالطائفة الشيعية، أن يكون الرئيس نبيه بري هو صائب سلام الشيعة من أجل حماية مناطق الشيعة من الدمار والمأساة المستمرة والتي ستتزايد يوما بعد آخر. أما بالنسبة للحكومة أعتقد بأنها في مكان ما أولا هي غير مكتملة الصلاحية، لأنها حكومة تصريف أعمال وهي عاجزة عن اتخاذ مبادرة في هذا الاتجاه، وكذلك الأمر لماذا نناشد الرئيس نبيه بري؟ لأنه حاول مع الرئيس نجيب ميقاتي والوزير وليد جملاط القيام بمبادرة ما بعد اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله من أجل الخروج من هذه الأزمة، ولكن تم التصدي لهم من قبل وزير خارجية إيران حين حضر إلى بيروت، وهنا عاد الرئيس نبيه بري وتراجع عن مبادرته وما زال حتى الآن مسايرا للخيارات الإيرانية. طيب سيد مروان، مقاربة الأمر، وهذا أمر كارثي على الطائفة الشيعية بشكل عام. المبعوث الأمريكي
آموس هوكستين يبدو أنه عاد أدراجه إلى واشنطن، لا يتوجه إلى بيروت، وهل يعني ذلك أن لبنان على موعد مع التصعيد حتى بعد فترة الانتخابات ووصول الإدارة الجديدة إلى البيت الأبيض في يناير؟ يبدو أننا نتجه في هذا المسار، وحتى الآن كما ذكرت بأن الإسرائيلي ذاهب في هذه المعركة من أجل وضع حد نهائي للتهديد الأمني عبر الجبهة الشمالية، والمكابرة في هذا الاتجاه من قبل حزب الله أو عدم تحمل المسؤولية من قبل الجهات الرسمية اللبنانية سواء الحكومة أو الرئيس نبيه بري بشكل خاص، نعم، يساهم في تعميق هذه المأساة، وخاصة وأنه في النهاية سوف نصل إلى تسوية، نعم، ما هذه التسوية كل يوم تتأخر بتزيد الشروط الإسرائيلية وبتوضع لبنان بموقع أضعف. شكرا، أسف جدا المقاطعة، الوقت يعني المخصص في التغطية محدود، كل الشكر لك. حدثني ضيفي من بيروت الكاتب السياسي الأستاذ مروان أمين، شكرا جزيلا لك. كشف مفوض الأونروا أن جرافات الجيش الإسرائيلي استهدفت أحد مكاتب الوكالة في مخيم نور شمس في الضفة الغربية، وهو ما أسفر عن أضرار جسيمة أخرجت المقر عن الخدمة. أعلن القيادي في حركة حماس طاهر نونو أن الحركة ترفض فكرة الوقف المؤقت للحرب في قطاع غزة، لكنها مع أي اقتراح يفضي إلى وقف دائم لها. وبحسب تصريحات نقلتها وكالة فرانس بريس، أوضح أن حماس رفضت مرارا مبدأ الوقف المؤقت للحرب ثم العودة إلى الحرب مرة جديدة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد جدد تأكيده على مواصلة العمل العسكري لضمان ألا يبقى أي وجود لحماس أو حزب الله على حدود إسرائيل. لن تكون الجيوش الإرهابية على حدودنا بعد الآن، لن تسيطر حماس على غزة بعد الآن، ولن يكون حزب الله على حدودنا الشمالية في مواقع تسمح له بغزو إسرائيل على بعد أمتار من حدودنا، لن يحدث هذا مرة أخرى. كما أننا نقطع خطوط إمداد الأسلحة من إيران إلى حزب الله عبر سوريا ومن هناك إلى لبنان. كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن ناقش فرص خفض التصعيد الإقليمي مع نظيره الإسرائيلي أوف جالانت، وأن أوستن شدد خلال الاتصال على الالتزام من قبل واشنطن واستعدادها للدفاع عن شركائها ومصالحها ضد تهديدات إيران وحلفائها. كما جدد تأكيد واشنطن على ضرورة أن تتخذ إسرائيل خطوات نحو تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، وافاق التوصل لاتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار. للحديث عن كل هذه التطورات ينضم إلي الآن ضيفي من القاهرة المحلل العسكري والأمني العميد سمير راقب. سيادة العميد، تحية طيبة، أهلا بك دائما على شاشة الحدث وفي تغطيتنا المستمرة لكل هذه التطورات. بداية نقف وإياك على التطورات في قطاع غزة تحديدا، ومع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، ومن وجهة نظر عسكرية أسألكم سيادة العميد عن مرحلة الحرب التي نمر بها الآن، في أي مرحلة من مراحل الحرب، خاصة وأنه تبدو عمليات القصف الإسرائيلية أكثر عشوائية وأكثر إيلاما على الصعيد في الخسائر البشرية. حتى حضرتك حسام، المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها بعد ما الجانب الإسرائيلي اغتال السنوار وقيادات أخرى،
وقدر يحقق بنك الأهداف اللي كان موجود عنده، واشتغل بطريقة المربعات اللي هو كل يعني مربع تتولاه أحد الوحدات للتفتيش ما فوق الأرض وما تحت الأرض، ثم فكرة إخلاء منطقة الشمال حتى تكون ليس يعني المنطقة العازلة اللي هي في حدود كيلو من الحدود، لا تصبح منطقة الشمال كلها بالكامل حتى نت سريم منطقة عازلة تماما، ويقدر لو كان فيها أسرى في حاجة من الاثنين، يا إما يعني يظهروا أو يتركوهم ويرحلوا. بتكون المرحلة دي مرحلة فيها خسائر كبيرة، لأن بيتم فيها التعامل بالضرب المساح، يعني المنطقة قبل دخولها بيتم تسويتها بالأرض. الجانب الإسرائيلي يعني استغل فكرة رفض الطرفين، فكرة فصل الساحات وفكرة التسويات القصيرة اللي هي يومين وثلاثة يعني كما اقترح الجانب المصري، وأصر على فكرة التسويات الكاملة. الجانب الإسرائيلي لن يقبل تسويات كاملة، نعم كان الأمل فكرة أن يقدم يعني هدية انتخابية للديمقراطيين بهدنة قصيرة تمتد وتفاوضات، لكن أنا متأكد منه أن نتنياهو لن يمضي يعني يوقع أو يقبل فكرة كلمة وقف مستمر أو مستدام لإطلاق النار، لن يقبلها لا في هذه المرحلة ولا في هذه المرحلة. فبالتالي لابد من إجراءات تتم، لا يملك الآن أو لا يخطط الجانب الإسرائيلي الآن إلا الإجراءات العسكرية. الإجراءات العسكرية لابد أن تحوي قتل، لابد أن تحوي توغلات، لابد أن تحوي نزوح قسري للأشقاء في غزة، ده طبيعي، طيب. لا 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 توجد مفاجأة. سيادة العميد، دائما ما يقال أنه المعارك والعمل العسكري هو في خدمة السياسة، وهو يعني أداة لتحقيق المكاسب السياسية. هل تبدو إسرائيل غير آبها بهذا المبدأ؟ وما الذي يتكشف من خلال أيضا هذه المقاربة العسكرية بشكلها الحالي؟ ما يتكشف من مخططات إسرائيلية في القطاع؟ كلام حضرتك سليم تماما. هي الحرب أحد أدوات السياسة، تحسن شروط تفاوض أو تخلق وضع تفاوض، لكن الجانب الإسرائيلي مصر على نموذج واحد، نموذج الإذعان الكامل، وليس نموذج اقتسام التضحيات والمكاسب. يعني هو لن يتقاسم سواء في الشمال أو في الجنوب، يعني غزة أو في لبنان، فكرة التقاسم لن يعني مش هيحصل كومبرومايزنج، موائمة إن إحنا ناخد ذلك ونترك ذلك. هو الفكرة، هو عايز حماس، يعني فكرة القضاء بالإبادة مش هتحصل، لكن فكرة القضاء على المقاومة بفكرة القوة والإذعان. يعني اللي كان بيقبله في الشمال أصبح يرفضه، سقف المطالب ارتفع، اللي كان ممكن يقبله في الصفقات السابقة اللي على مدار عام اللي توقفت شهرين ثم عادت في القاهرة والدوحة لن يقبله الآن. فهي الفكرة، فكرة إن الجانب حماس بيتعامل كما لو كان حقق في الميدان الذي يجعله يتقاسم. الجانب الإسرائيلي لا يرى أنه حقق ما يجعله يضع شروط على مائدة التفاوض، سواء انسحاب كامل أو سواء كان وقف مستمر لإطلاق النار. فكانت الفكرة كما أراها من الجانب المصري هي فكرة بناء الثقة في عناصر تدريجية، والاستفادة من جو ما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تمرير الصفقة، فتفتح يعني تريح الشعب نعم. الفلسطيني في غزة، تفتح الإمدادات، ثم تصل بالتدريج إلى فكرة أن يكون على الأمر الواقع أن حصل وقف إطلاق النار، والجانب الإسرائيلي ما مش محتاج لمجهود حربي كبير، والتهديدات ما بقتش بالحد اللي يعني تكون لهذه الجبهة أسبقية، وأعلن الجانب الإسرائيلي لا أسبقية، تراجع أسبقية جبهة غزة، لكن الجانب الإسرائيلي مصر على نموذج الإذعان. نعم، ممكن ما يحققوش، ممكن نعم. يحققوا بعد فترة، لكن هو ما عندوش في المرحلة دي نموذج نعم. أن يعطي مقابل شيء. سيادة العميد، الحديث دائما معك بقية، ولكن المخصص لهذه الجولة قد انتهى بالفعل. حدثني من القاهرة ضيفي من هناك المحلل العسكري والأمني العميد سمير راغب.
مشاهدينا بهذا نصل بكم إلى ختام جولتنا من هذه التغطية. الحدث دائما معكم في المزيد منها للساعات المقبلة. إلى اللقاء.